سارة عزيز مدير مؤسسة سيف لحماية الأطفال من التحرش الجنسي. وسارة انتوا اللي عاملين الفيلم ده. مساء الخير يا سارة. مساء النور يا أستاذة لميس، أهلا بحضرتك. يعني موقف زي ده ازاي نحمي ولادنا يا سارة؟ ازاي نحمي الأطفال اللي لسه يعني لسه ما فتحوش، لسه ما يعرفوش حاجة، ان محدش يقرب لهم؟ وانا بقولك لا قريب ولا غريب. أنا موافقة جدا على النقطة دي بالذات، لأنه يمكن فينا ناس بتحس، في ناس مستبعدة. إحنا مش بنقول للأهالي إن كل الناس بتعمل كده، إحنا بنقول إن في ناس بتعمل كده، والحماية والأمان في الوقاية، ما استناش الموضوع يحصل واتكلم عنه بكلمات بسيطة جدا يا أستاذة لميس. بنرفع وعي الأطفال من سن 3 سنين إنه عندهم مناطق ليها احترام خاص، ما ينفعش حد ولا يشوفها ولا يلمسها، ولو حصل كده يزعق جامد قوي ويجي يحكي لبابا وماما. فالطفل بيحس ان اتجاب سيره الموضوع، ما بيتفاجئش بيه، بيدرك انه يتصرف ازاي لو بعد الشر اتحط في الموقف. امهات كتيره ممكن تتكسف تقول ده لولادها. خليني اقول لك، يعني ممكن يحرجوا يقولوا يعني انا هفتح دماغ الولد ولا دماغ البنت، ان هم انا بفتح عينه على حاجات، ما تخليه بطفولته كده وبلاش افتح عينيهم على الحاجات دي. اتفق معاكي في خوف الاهالي اللي عندها نوع الخوف ده، بس انا بقول انه لما بنعملها بطريقه صح، رقم واحد، اتنين بسيطه، ثلاثه مناسبه للسن، بتبقى في مكانها. فلما بقول له حبيبي هو سنتين ما ينفعش تحط ايدينا في كوبس الكهرباء، انا فتحت عينيه على كوبس الكهرباء، انا خايفه يحط شوكه في كوبس الكهرباء. طبعا. وعملت الامان بتاعي كبيت، قفلت، لو عرفت اقفل ان شاء الله بكومودينو سندت الكوبس عشان ما اودلوش الخطر. فده بالظبط اللي بنقوله في توعيه ضد التحرش الجنسي بالطفل يا استاذه لميس. ارفعوا وعيه، علموا بكلمات بسيطه، اوعى ترعبوا من كل الناس. بالعكس، انا عايزه بنتي تبقى اجتماعيه وبتحب الناس ومطمنه، بس فاهمه كويس قوي ما ينفعش تقعد على رجل حد، مش اي حد معدي في الشارع بسيبه يلعب لها في خدودها، ما ينفعش اي حد يديها بونبونيه ما نعرفوش او نعرفه، لازم تستاذني. في بقى هنا قصه. إيه انت عارفه في مصر احنا يعني بعيدا عن الكورونا بنحب نحضن ونبوس طول الوقت. صحيح. وناخد العيال ويلا حبيبتي تعالي حضن انكل وحضن تونت والفيلم ده. يعني ده طبيعي على فكره، دي مشاعر طبيعيه جدا والناس كلها بتحضن وتبوس والكلام ده كله، بالذات مع الاطفال. طيب ما هو انت فاهمه كويس قوي انه في حاجات من دي بتحصل من الاقارب. صحيح طبعا، 93% يا استاذه لميس، 93% من الناس القريبه للطفل. خلي بالك يا استاذه لميس، التحرش الجنسي بالطفل مختلف عن التحرش الجنسي بالبالغ. البالغ اي حد مش عارفه في الشارع بيضايقه، لكن المتحرش جنسيا بالطفل هو بيبني علاقه مع الطفل، فهو يعرفه، يعرف بابا وماما بيزعلوا من ايه، يعرف بابا وماما مش بيردوا على انهي اسئله فيقول له ده السر بتاعنا، يعرف بابا وماما فارق لهم قوي النمر والدرجات فمعلش يا حبيبي خلاص تعالى انا وانت نلعب اللعبه بتاعتنا. ده المدخل. طيب ما هو ازاي بقى، اولا من سن كام هنقول له الكلام ده، وازاي نقول له ده من غير ما نخوفه من المجتمع، يعني من غير ما يبقى طفل نافور، يعني من غير يعني، ما دي برضو معضله. طبعا يعني البالانس، التوازن مهم قوي. حضرتك شفتي الفيلم؟ فيلم انيميشن بسيط بيعرض لاطفال سنهم 3 ل 6 7 سنين. هو ما خافش من الناس، هو اتشجع يتكلم، هو حكى والام سمعته وصدقته. انا لو بقول له كل يوم خلي بالك في ناس وحشه، في ناس شريره، للاسف يا استاذه لميس اسمحي لي اقول ان في اهالي من خوفهم على اولادهم فرجوهم الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا النهارده. طب وده صح ولا غلط؟ غلط، لانه انا وريته سين، مشهد حقيقي عن اعتداء جنسي بالطفل، ده رب رعب جواه. لكن لما باجي احكي له في التدريبات اللي بنعملها في الصيف بنتنطط وبنرقص وبنغني وبنعمل حركات. بس ساره يعني انا ممكن لو عندي طفل ممكن اجيبه واقول له حبيبي او حبيبتي ما خلي بالك ما حدش يقرب لك هنا، او ما حدش يعني شايفه الراجل الوحش ده عمل ايه في البنوته، ما انت بتبقي عايزه اكزامبل يعني نموذج. ما هو فيلم انيميشن كرتون مدينا اكزامبل، لكن مشكله الفعل الحقيقي يا استاذه لميس بتخلي الاطفال تسال اسئله زي ايه ده؟ هو كل الناس ممكن تعمل كده؟ هيعدي على كل مدخل عماره يسالك، هو ده اللي حصل فيها؟ ده تروماتايزنج، صادم نفسيا للطفل انه يشوفه. احنا عايزين ايه من التوعيه؟ يخلي باله ويعرف لو بعد الشر اتعرض يدافع عن نفسه، ثلاثه يجي يحكي، ده الهدف.
تقدري تسمي الشخص ده، انا مش عايزه اسميه مريض ولكن هو متحرش في المقام الاول، ولكن ده بيبقى ايه بقى؟ مرض؟ بيبقى اعتياد؟ بيبقى ايه يا ساره؟ بيبقى اضطراب نفسي استاذه لميس، وانا هوافق على كلمه مرض لو توافقي معايا ان انا مش بقول انه مريض، انه غير متحكم فيما يفعل. هو يتحكم فيما يفعل. حضرتك شايفه كويس قوي في الفيديو، فاهمه الفيديوهات تانيه كثيره، هو بيخطط، هو عارف المدخل، هو جاب بونبونيه، هو استدرجها لجوه، ففي بلان، في خطه. المريض المختل عقليا ده حاجه ثانيه، مش ده اللي بنتكلم عنه. احنا بنتكلم على شخص عنده اضطراب دي علاقه بالتحرش الجنسي بالاطفال. في امراض نفسيه اسمها البيدوفيليا، ينجذب البالغ جنسيا للطفل. مش كل المتحرشين جنسيا على فكره عندهم بيدوفيليا. غريبه قوي موضوع الانجذاب للاطفال ده بصراحه، يعني موضوع واحده من اسبابه استاذه لميس هي الميزه الاباحيه، لانه الشخص بقى مثار جنسيا طول الوقت، عايز يستخدم اي حاجه لاشباع رغبته الجنسيه. ملهاش علاقه متجوز مخلف مش متجوز، ملهاش علاقه. هو ايوه يعني برضه تقارير ان هو متزوج او منفصل بقاله 6 اشهر وعنده طفلين، يعني بانين عليه يعمل في خارج مصر في احدى دول الخليج، يعني كل دي المعلومات اللي عنده، حاطط صورته وراه الكعبه. يعني حاطط صورته على التويتر ولا الفيسبوك وراه الكعبه يعني، وصور وهو بيطوف، يعني دايما في الايمج يعني وادعيه بقى وكده. عشان كده انا كنت بقول لحضرتك في المقدمه بتاعت مداخلتي انه مش بنقول ان كل الناس بتعمل كده، بنقول ان في ناس بتعمل كده. واحده من الرسائل الاساسيه اللي بنوجهها للاهالي، لو سمحتوا الغوا من قاموسكم كلمه فلان مش ممكن. هو الراجل ببدله اهو شكله محترم. بس صحيح. مش عايزين نروح لكل الناس بتعمل كده. لا طبعًا. لا طبعا لا طبعا. لما بشيل حته فلان مش ممكن يا استاذه رميد، بفتح مجال وسكه بيني وما بين ولادي وبناتي يحكوا لي لو بعض الشر اتعرضوا. ده اهم حاجه، الولاد يحكوا يبقوا قريبين من اهاليهم، وان احنا نبتدي يعني ده يا ريت ده يكون في المدارس في السن الصغير. هل يعني نتمنى من السيد وزير التربيه والتعليم انه يبقى فيه زي دورات كده توعيه زي في المدارس بالذات في السنين الاولانيه؟ حضرتك الفيديو اللي حضرتك شفتيه ده في منه كتاب، يا ريت يبقى في المنهج حصه من الحصص اللي بنعلمها، بنحافظ على نفسنا، بنخلي بالنا عندنا حدود، بنقول لا، بنحكي لو بعض الشر اتعرضنا لموقف زي ده. حصه المكتبه لو كان لسه المكتبة. في حصه مكتبه، انا كان ايامنا في حصه مكتبه. ايوه، او حصه الحياه زي ما كان على ايامنا في مدارسنا، كان في حاجه اسمها حصه الحياه او كورس في اللي فيها بنتعلم حاجات عن الحياه. أنا بشكرك سارة عزيز مدير مؤسسة سيف لحماية الأطفال من التحرش الجنسي جدا يا سارة، لأنه مهم جدا نعرف نحمي ولادنا إزاي.